رمضان إفطار الصائمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. فإطعام الطعام من أحب الأعمال إلى الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله، أحب الأعمال إلى الله سرور يدخله على المسلم أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطلب عنه جوعا. فنسارع للإنفاق، فنسارع إلى الإنفاق في الأعمال الخيرية والإسهام في المبادرات الإنسانية، ومنها مبادرة مياه المجرى التي توفر الغذاء للفقراء والمحتاجين حول العالم. هذا وصلوا وسلموا على خير البشر، وأطيعوا ربكم فيما أمر. فقد قال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على خير الأنام سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه الكرام. اللهم عن الخلفاء الراشدين والخلفاء الراشدين بنبي وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الكريمين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا بالأمان، اللهم يا ربنا بارك لنا في شهر رمضان وأعنا فيه على الصيام والقيام وتلاوة القرآن والإنفاق في أوجه البر واللسان. اللهم يا بالأمان ريح دولة الإمارات قيادتها وشعبها وبرها وبحرها وأرضها وسماءها بشد كل ذي شر منتهى في المناصير، إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل دولة الإمارات بلدا آمنا مطمئنا، سخاء ونقاء وحب لخلقه وحب السبيل عليها وأدم الاستقرار عليها. اللهم وفق رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد ونائبه وولي عهده المؤمنين وإخوانه وأهل الإمارات لما يحب أمة الله. اللهم ارحمنا في الدنيا والآخرة اللهم ارحم الشيخ زايد تارك الخير والعطاء، فانه كان رحيما للضعفاء محسنا بالانسانيه جمعاء. واصبر اللهم لرحمتك في الرحوم واشكر الامارات الذين انتقلوا الى رحمتك وادخلهم بفضلك المسيره النابل، وارحم شهداء الوطن وارفع بالذل درجتهم وشفعهم في اهلهم. اللهم ارحم المسلمين والمسلمات الاحياء منهم الاموات. عباد الله اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم. في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء.
العليم. وفي يوم القيامة مضلل ينفق صدقته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل امرئ في ظل صدقته حتى يوصل بين الناس ويدعى إلى الجنة من باب الصدقة. اللهم اجعلنا ممن وفقته من الإنفاق والعطاء، ومن أنت عليه بعطيه الأجر والجزاء. وفق اللهم جميعا لطاعته وطاعة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وطاعة من أمرنا بطاعته عن علم قولك: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين. أيها المؤمنون، أيها الصائمون، من الإفطار في شهر رمضان إفطار الصائمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفطر صائما كان له مثل أجره، فإن رأى أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا فإطعام الطعام من أحب الأعمال إلى الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله سرور يدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطلب عنه جوعا. فلنسارع إلى الإنفاق في الأعمال الخيرية والإسهام في المبادرات الإنسانية، ومنها مبادرة مياه المجرة التي توفر الغذاء للفقراء والمحتاجين حول العالم. هذا، وصلوا وسلموا على خير البشر، وأطيعوا ربكم فيما أمر، فقد قال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على خير الأنام سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه الكرام. اللهم عن الخلفاء الراشدين بن بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الكرامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا من اللهم يا ربنا بارك لنا في شهر رمضان وأعنا فيه على الصيام والقيام وتلاوة القرآن والإنفاق في أوجه البر واللسان. اللهم يا إلهنا احفظ دولة الإمارات قيادتها وشعبها وبرها وبحرها وأرضها وسماءها بشر كل ذي شر، أنت آخر بناصير، إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل دولة الإمارات بلدا آمنا مطمئنا، سخاء ورخاء وحرب بحقه وحرسها برعاية وأدم الاستقرار عليها. اللهم وفق رئيس الدولة شيخ الجزائر ونائبه ولي عهده اليمين وإخوانه وسكان الإمارات بما يحبه وترضاه. اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة ارحم شيخ الجزائر، اللهم ارحم الشيخ زايد زايد الخير والعطاء، فانه كان رحيما بالضعفاء محسنا للانسانيه جمعاء. واصبر اللهم برحمتك شر الهموم وشر الامارات الذين انتقلوا الى رحمتك، وادخلهم بفضلك المسيح الجنات، وارحم شهداء الوطن وارفع في الجنه درجتهم وشفعهم في اهلهم. اللهم ارحم المسلمين والمسلمات الاحياء منهم الاموات. عباد الله، اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه.